أولا يعني ما يمكنش نقوله ولا أحد يقول بأن المخطط الأخضر نجح. أولا الحكومة رافضة أنها تدير له تقييم، وبالتالي هذا سؤال المفروض أنهم يجاوبوا عليه. إذا كانوا واثقين من أنه نجح المفروض يخضعوه للتقييم، وهم رفضوا التقييم ديال المخطط الأخضر، مما يدل على أن المخطط الأخضر ما نجحش في تنفيذ الأهداف اللي أعلنها. المخطط الأخضر لم ينجح في تنفيذ الأهداف، والدليل هو أننا تنعيش أزمة غلاء غير مسبوقة في مختلف المنتوجات الفلاحية، في اللحوم الحمراء، في اللحوم البيضاء، في الخضروات، في الفواكه، وبالتالي يعني غلاء لغير مسبوق في جميع المواد، علما لأننا احنا سنعرفوا على أن كاين هناك استمرار ديال الزراعة المستنزفة للفرشة المائية، واللي كيتغنى بها رئيس الحكومة على أساس أنه راه المخطط الأخضر يعني راه حقق المغاربة ما لم يحققه يعني غيره، وهذا في الحقيقة مجانب للصواب وغير صحيح، لأننا سنعرفوا على أن المواد الموجهة للتصدير ويمكن الاستغناء عليها، لافوكا مثلا ومواد أخرى اللي كنعرفوا على أنها كتستنزف يعني الفرشة المائية واحد الشكل مهول جدا، وكتصدر لدول اللي ما محتاجاش الماء، بمعنى انها في وضعيه مريحه. كيبين على ان الحكومه يعني غدا في واد اخر، غدا يعني في اتجاه اخر اللي ما كيصبش بالضروره في الاجابه على الحاجيات الحقيقيه ديال المغرب. والغلاء خير جواب، لما نكونوا تنواجهوا هذه الموجه ديال الغلاء فمعناه ان الى جانب اشياء اخرى، الازمه ديال الماء ومنها التدبير ديال الماء الى غير ذلك، اللي بغى يقنعونا على ان راه المساله كتتعلق بالجفاف، مساله لا تتعلق بالجفاف. الجفاف معروف في المغرب وماشي جديد من نظر لجغرافيته الى غير ذلك، ولكن حنا سنعرفوا على انه على مستوى التدابير اللي تم نهجها، صحيح انها مسؤوله عليها ايضا السياسات المتعاقبه والسياسات السابقه، ولكن هذه الحكومه كتحمل جانب كبير من المسؤوليه، أو على اعتبار اولا ان رئيس الحكومه تحمل مسؤوليه على القطاع في حكومات سابقه، واليوم راه هو كيتغنى يعني بالمخطط الاخضر وكاننا تنعيشوا يعني في رفاهيه. يمشي يسول الناس اللي كيمشيو للاسواق وما بقاوش قادرين، يسوقوا خضروات، ما بقاوش قادرين يسوقوا فواكه، عاد ما يقول لنا راها متاحه، راها متوفره. متوفره لمن؟ ربما متوفره ليه هو والاصحاب يعني الناس المحظوظين، اصحاب الثروات الى غير ذلك، اما عامه المواطنات والمواطنين فهي غير متاحه لهم.